السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السودان من تاني، السودان البلد اللي مش كتير واخدين بالهم من اللي بيحصل فيه، السودان البلد اللي رايح في طريق الهاوية بسرعة الصاروخ، السودان البلد اللي من المفترض ان عنده قوة بتحميه، ولكن بكل أسف يوم بعد يوم بيظهر ان حاميه حراميه، السودان اللي المفترض ان اكتر حد يقف بجواره ويعمل على استقراره وتنميته هم اهله، لكن وبكل أسف بتلاقي الكتير منهم مع تخليهم عن وطنهم والفرار بأموالهم وأنفسهم بيتطاولوا على بلاد تانية وتركين الأهم ورايحين للأقل أهمية. السودان البلد اللي دمره صراع على السلطة من فصيلين، وربما أكتر من كده غاب عنهم محبة الوطن بشكل حقيقي بسبب أطماع فارغة، وأيضا بسبب توغل أفكار خبيثة من جماعة خبيثة سيطرت على مفاصل الدولة هناك. طبعا أنا بقصد بكلامي جماعة الإخوان. السودان اللي لا يقل ما يحدث فيه خطورة عن ما يحدث في غزة، بل مش هنبالغ يا أخواننا لو قلنا أخطر من اللي بيحصل في غزة، لكن في حالة غريبة عجيبة من التجاهل لهذا البلد وتعليق ما يحدث فيه على شماعة أعجب وأغرب إن فيه بلد بتمول فصيل من الفصيلين المتحاربين هناك، اللي هي طبعا دولة الإمارات بحسب كلام هؤلاء الفشلة الكذابين. حلقتنا إن شاء الله هتكون عن جبهة جديدة من الصراع في السودان بتشعلها جماعة الإخوان، لكن فضلا من حضراتكم دعم القناة ولايك وشير للفيديو، لان ده يا اخوانا بيساعد في اقتراحه من اليوتيوب بشكل اوسع. ولو حضرتك لسه مش مشترك معنا في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ الحلقة بسم الله. طبعا حضراتكم وبكل تأكيد متابعين كويس جدا اللي بيحصل من مذابح ومجازر لاخوانا واشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعتقد إنك لو سألت أي طفل صغير ممكن يحكي لك كل اللي بيحصل هناك لحظة بلحظة، وده طبعا نتيجة تسليط الأضواء بالكامل على الحرب في غزة. لكن لو كلفت نفسك دقيقة واحدة وقلبت القناة بتاعتك كده شوية ناحية الجنوب هتشوف فظائع أكبر بكتير من اللي بتحصل في غزة. الفظائع دي موجودة في السودان، وأنا مش عاوز أقول إن السبب في ده هو التعتيم المتعمد من وسائل الإعلام، لكن ممكن نقول إن العادة جرت على متابعة أخبار فلسطين وإن أخبار غزة وفلسطين بتكون دايما واخدة المنشط الرئيسي عندنا. تعال كده نشوف إيه اللي بيحصل في السودان اليومين دول وإيه اللي الإخوان أو الكيزان زي ما أهل السودان بيسموهم هناك بيعملوا إيه، وإيه هي الجبهة الجديدة اللي نزلت في ساحة المعركة باسمهم، ومدى تأثير هذه الجبهة على الحرب الأهلية في السودان. الصراع اللي شغال على السلطة حاليا في السودان يا أخوانا محصور بين فصيلين، هم الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي. ومعروف طبعا علاقة الدعم السريع بالنظام السابق اللي هو نظام عمر البشير طبعا، واللي كانت نكبة من النكبات اللي سابها في السودان نظام عمر البشير بعد ما تم إنشاء هذه القوات بغرض التدخل في أزماته أو مساعدته في منطقة دارفور، وتحولت القوات دي بعد كده لخنجر مسموم في جسد السودان بدلا من كونها حل لإحدى الأزمات. كلامنا النهاردة في منطقة تانية خالص، وهي دخول الكيزان أو الإخوانجية بشكل رسمي في الأزمة السودانية وإنشاء جبهة جديدة في الصراع، لكنها أشد خطورة من الاتنين اللي شغالين حاليا. الجبهة دي هي استنفار الشعب السوداني والزج بالمدنيين في الحرب في منطقة قرى الجزيرة والمناقل اللي شهدت مجزرة يوم الأربع اللي فات، واللي أصابع الاتهام هناك أكدت إن الكيزان اتسببوا في سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المدنيين هناك. المجزرة دي كانت بحجة استهداف لجان المقاومة الشعبية اللي أعلنت مساندة الجيش السوداني في نوفمبر اللي فات، وكان استهداف المدنيين في قرية ود النورة بحجة إنهم أهداف مشروع عليهم بزعم إنهم مسلحين. وللأسف وصل عدد الضحايا في قرية ود النورة لأكثر من 200 قتيل حتى الآن. لجان المقاومة أصدرت بيان أكدت فيه تورط قوات الدعم السريع في المجزرة دي
وان قوات الدعم ارتكبت مجزرة إبادة جماعية بحق المدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدافع والراجمات في القرية الصغيرة اللي عدد سكانها لا يتعدى بضعة مئات من الأفراد، إضافة لنهب ممتلكات سكان القرية زي ما قال بيان آخر لحركة العدل والمساواة السودانية. لكن قوات الدعم السريع قالت في بيان لها ان الهجوم اللي نفذته على القرية كان موجه لعناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني كانت ناوية تهاجم قوات الدعم السريع. طيب ايه اللي حصل قبل الهجوم ومين هي لجان المقاومة الشعبية دي؟ في تقرير نشره موقع سكاي نيوز عربية اكد فيه ان قبل الحادث بيومين كان فيه عناصر من الكيزان بينفذوا عمليات حشد قوية بين المدنيين للمشاركة في الحرب اللي شغالة حاليا. واكد التقرير ان الاخوان شغالين من بدري من اجل توسيع دايرة الصراع والزج بالمدنيين في المعارك وفتح جبهات جديدة من الصراع بدل ما نلم الموضوع ونساعد على الاستقرار. عموما نقول ان دي طبيعة جماعة الاخوان، يعني عادتها ولا هتشتريها؟ ما هو اي مكان بيظهر فيه الاخوان يا اخواننا لازم يكون المكان ده بعدها فيه كوارث وفوضى. مش مكفيهم طبعا 30 سنة في السودان، لا ده عايزين يزودوهم اكتر واكتر. التقرير بيقول ان في شهر ابريل اللي فات اظهر مقطع فيديو لمجموعة من قيادات الاخوان في نفس المنطقة اللي شهدت المجزرة وهي تعلن التنسيق مع احمد هارون المطلوب للجنائية الدولية. واحمد هارون ده واحد من رجالة النظام السابق التابعين للكيزان من اجل التنسيق لاستنفار المدنيين رغبة من الجماعة في توسيع رقعة الحرب واطالة مداها وكمان للزج بالمدنيين في الازمة علشان الدنيا هناك تولع اكتر ما هي مولعة. حضرتك متخيل الوضع الكارثي اللي الناس عايشة فيه في السودان وفي ظل المآسي اللي هم فيها دي كلها واللي تفوق ما يحدث في غزة بمراحل، يجي الناس دول في وسط المحاولات الدولية لإيقاف الحرب الأهلية في السودان، فالإخوان يجوا يفتحوا جبهة جديدة هناك من الصراع ده؟ إيه ده؟ إحنا أخواننا والله العظيم قدام مأساة إنسانية غير مسبوقة في السودان. هناك أطراف في الداخل عمالة تولع في الوضع أكتر علشان فقدت الأمل إنها ترجع للسلطة من تاني، اللي هي طبعا جماعة الإخوان أو الكيزان اللي كانت هي السبب الأساسي في اللي بيحصل الآن من صراع نتيجة اختطاف المؤسسات الرسمية للدولة السودانية لصالحها على مدى أكتر من 30 سنة. وبعد سقوط نظام عمر البشير الموالي للإخوان فائت البلاد على الكارثة الحالية واللي أدت لمقتل أكتر من 10,000 شخص مدني أغلبهم طبعا من النساء والأطفال الأبرياء وتشريد نحو 8 مليون مواطن في الداخل والخارج، لدرجة أن الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية كل يوم والتاني بيطلقوا نداءات استغاثة بأنهم أصبحوا عاجزين عن توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين هناك، وان فيه مناطق دخلت في مرحلة المجاعة بالفعل، غير طبعا التقارير الإعلامية اللي بتأكد ان المواطنين في بعض المناطق لجأوا لأكل ورق الشجر من أجل الحفاظ على حياتهم. فتخيل ان ده يكون الوضع في بلد زي السودان، ومع ذلك هناك حالة متعمدة من التعتيم على اللي بيحصل فيه وتجاهل الأوضاع هناك، وربنا يستر يا إخواننا على هذا البلد. ربنا يحفظ السودان ويحفظ أهله ويعيد إليه أمنه وأمانه واستقراره ويحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.